صالح، الأحداث الأخيرة التي حدثت في محافظة شبوة من هذا الانقلاب الذي يصفه الكثير بانقلاب مكتمل الأركان، كذلك القرارات الرئاسية، مجلس القيادة الرئاسي التي أصدرها، كيف تابعت الوضع في محافظة شبوة بالذات هذه القرارات التي صدرت مؤخرا؟ في الواضح من الواضح أن التمرد العسكري الذي حدث في محافظة شبوة لم يكن وليد الصدفة وليس نتيجة احتكاكات مفاجئة ولا عرضية بين بعض الوحدات العسكرية. ما يبدو الآن واضحا وجليا أن هذا التمرد أو الانقلاب كما أشرت إليه مكتمل الأركان هو أمر كان مبيت ومعد له منذ وقت مبكر، والدليل التناغم بين هذه الوحدات والتحذير المبكر لمحافظ شبوة الذي نبه إلى احتمال وجود تمرد عسكري من قبل وحدات ما تسمى قوات الأمن الخاصة التي امتد تمردها، لم يعد تمردا فقط على السلطة المحلية والمحافظ ورئيس اللجنة الأمنية، ولكنه أصبح خلال الساعات الماضية تمردا حتى على مجلس القيادة الرئاسي وعلى قرارات المجلس التي أتت منصفة وأتت لمعالجة الوضع والتوتر الأمني، وكان ينبغي أن تتوقف الاشتباكات والتصعيد، ولكن يبدو أن هناك قوى وأطراف مؤدلجة وأطراف خارجية أيضا تعمل على تمويل هذا التمرد وبهدف الإضرار بهدف استهداف المحافظ شبوة بالدرجة الأولى، وأيضا استهداف المجلس القيادة الرئاسي وإرباك وخلط الأوراق داخل الشرعية ومؤسسة الرئاسة.